السلام عليكم مشاهدين مشاهدات، نتمنى تكونوا على خير وبخير. ان شاء الله غادي نقدم معكم تشيز كيك طريقه سهله وزوينه وبسيطه في نفس الوقت. انا بغيت نحطو لكم سهل، ما فيش مقادير بزاف، ما فيش تعب بزاف، راه سهل. عندي لي بسكوي، اي بسكوي عندكم، اي بسكوي بغيتوه غادي تستعملوه. محاله وحده ما يكونش فيه، عفوا ما يكونش فيه غير الشكلاط فقط. اما اي بسكوي بغيتو ديروه ديروه، ونطحنتو في الطحنه هذه. نتوما تقدروا تدقوه غير بين يديكم هكا، ما تحتاجوش الا ما كانش عندكم الميكسور او ما عندكمش هذا الروبو. هذا ديروه هكا في مهراز ودقوه. عندي واحد جوج معلقات ديال ديال اللوز، جوج معلقات كبارين من الكوك. عندي الزبده ماشي بزاف، غير واحد شويه، تقريبا واحد 150 غرام بحال هكاك، حتى 200 غرام الا كانت الكونتيتي عندكم كثيره. عندي الفاني باش غادي نسمو هاد الحشوه ديالنا هكذا، لي بسكوي ديالنا، وغادي نخلطو بين يديا مزيان. اذا ما كانش عندكم اللوز، ما كانش عندكم بودره ديال اللوز، ما عندكمش الكوك، غتستعملوا فقط البسكوي. انا كنقول لكم فقط البسكوي، ما تكلفوش على راسكم. عندكم اللوز، اللوز غادي تطحنوه، تسلقوه، طحنوه بودره، ما تقليوه ما والو، وغادي ديروا واحد قيم جوج معلقات كبارين فقط. الكوك راه كيتوفر عند كل واحد فيكم في الدار، كما فسرت لكم. ما عندكمش ما تستعملوش البسكوي والزبده فقط. وغادي نضيف الخليط ديالي هكذا في المول، وغادي نطاليه مزيان بيديا، ومن بعد نحاول ندير الفينيسيو بالمعلقه مزيان باش يجيني مع الجناب شاد هكا مزيان، باش ما تجيناش الحلوه ديالنا ما مقاده شي من الجنيبات ديالها، نقادو مزيان. وغادي ندخلو الفران حتى يتحمر ليا مزيان. غادي يتحمر باش ما تبقاش داك الطيبوبه ديال داك الطيبه، عفوا ديك الزبده تجي خضراء. عندي لا كريم فريش قيمته واحد جوج كيسان كبارين او ثلاثة على حساب القياس اللي عندكم. عندي سنيده، درت القياس، ما انا درت عيني ميزاني، ما كثرتش القشره ديال الحامض، نص كاس ديال الحامض، ما كثرتش السكر بزاف. عندي هاد النوعيه ديال الفرماج، تقدروا ديروا اي فرماج، ديروا الجبن عادي غير هو ديروه. انا عندي هاد النوعيه هادي، راه رخيص زعما ماشي غالي. هاد النوعيه هادي تقدروا تلقاوه في اي محل، ولكن ماشي في المحلات العاديين طبيعه الحال، غتلقاوه في محلات كبارين، وراه رخيص ماشي غالي. ولا ما عندكمش غادي تضيفوا الجبن عادي، غير شتي غير الجبن وكيري او لافاش كيري، غتخلطوهم مع بعضياتهم غيجيكم زوينين. غادي نضيف واحد المعلقه كبيره ديال الماسكاربون، ما كانش عندكم ما ديروها شاي، انا كسهلت عليكم زعما الموريه. ديروا غير الجبن فقط، غادي تضيفوا معاه كيري او لافاش كيري والسكر على حسب الذوق ديالكم نتوما. غادي نضربوا بالخلاط هكذا مزيان حتى ينتجم ليا مع بعضياتهم. عندي قيمته واحد 4 ديال القشيرات هكا ديال الجيلاتين، غادي نرقدهم في الماء بارد. من بعد رقدتهم ذوبتهم شويه في الماء سخونين، وغادي نضيفهم، ذوبتهم شويه حتى تسخنوا ليا، وغادي نضيفهم على الكريمه ديالتي. وغتنسمو الكريمه ديالكم، انا نسمتها بالقشره ديال الحامض. نتوما ديروا الفاني، ولا كيبقى لكم الاختيار نتوما شنو بغيتوا ديروا. غادي نخلطها مزيان. من بعد البسكوي ديالنا تحمر هكذا في الفران باش ما تجيناش الزبده خضراء، الطيبه ديالها تكون خضراء، يكون لوغو ديال الزبده محمر زوين. صافي خليتها حتى بردت. الخليط ديالي ها هو، خصكم تضربوه مزيان باش ما يبقاش فيه حبيبات. انا كنعاود زعما ناكد عليكم، ماشي بالضروره ديروا شي حاجه غاليه. لا كريم فريش راه موجوده تبارك الله ما شاء الله، الفرماج عادي ديروه، ديروا غير الجبن عادي، راه حتى هو كيجي زوين. من بعد دخلت الكريمه ديالتي، الحلوه ديالتي حتى شدات ليا في الثلاجه، درت الكولي ديال الفريز، طحنته، صفيته بالصفايه، وعاد درتو غلا ليا مزيان فوق البوطه، درت ليه السكر سنيده حتى عقاد ليا مزيان باش ما يجيش ليا ضايع. ومن بعد خويتو في الحلوه ديالتي، دخلتها للثلاجه حتى شدات ليا مزيان، بردات مزيان. نتوما الا كنتو زربانين عليه غديروه في كونجيلاتور، راه كيشد مزيان مع دابا الحال سخون، راه كيكون شويه ديال الحراره ما غاديش يشد بالزربه، اولا كانت الثلاجه بطبيعه الحال كتبرد مزيان ماشي مشكل، كتحلوه بشويه، كتنفسوه شي شويه في الاول، غير بشويه حلو عاودو صافي. وكديري الراس الموس،
وغادي تدوزو بشويش غير بشويه باش الحلوه ديالنا ما تخسرش لينا مع الجنيبات ديالها، تجي زوينه مقاده. وصافي غادي نحيدوه هكذا، ها انتم كتشوفوا راه الجنيبات ديالو ها همايا، ما داعش ليا الكريمه، ما داعت شاي، الفريز ديالي ما داعش شاي، ها هو بقى هكذا شاد مزيان. غير هو الكود ديال الفريز طيبوه مزيان حتى تيعقد لكم، ديروا مع السكر ثاني داري دلوق. انا غنعطيكم القياس لكن نتوما ديروا القياس ديالكم، انا درت غير شويه، الا كان عندكم الكونتيتي كثيره ديروا. انا هذا القياس هذا درت معاه 3 د المعالقات كبارين ديال السنيده وخليته حتى عقد مزيان وعاد باش خويته. هذه هي الحلوه ديالنا، هذا هو الشكل النهائي ديالنا، راه غا كتجي زوينه تبارك الله ما شاء الله، جربوها راه غادي تعجبكم، ما كدوب زعما ما كتخسر ما حتى شي حاجه. والشكل ديالها ها هو، غنقطعها، نتمنى تعجبكم ان شاء الله. غير هو انا مقطعت بالموس ونسيت ما مسحتوش، منين تبغيو تقطعوا التقطيعه الاولى ضروري تمسحوا الموس باش ما تجيكمش داك الضربه هكا بيضاء، وعاده باش ما تخسرش لكم الديكور ديال الحلوه ديالكم. هذا هو الشكل ديالها، وكنتمنينا الاعجاب ديالكم وبالصحه والراحه، وما تنساوش تدعموني بلايك واشتراك وشكرا لكم.